بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإكثار من دعاء الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. لقضاء الحوائج تصلي ركعتين قربة لله تعالى، وبعد الفراغ تقول 394 مرة، 394 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت في حالة السجود، ثم تسأل حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا إن شاء الله تعالى. الطريقة الثانية لأي حاجة مهمة تصلي بعد منتصف ليلة الجمعة ركعتين، وبعد الصلاة تقول 1000 مرة يا مجيب، فإنه يحصل المقصود الذي تتمناه. كذلك لقضاء الحاجة تصلي ليلة الجمعة أو ليلة عيد الأضحى، ونحن مقبلين على عيد الأضحى، ركعتين، تقرأ في كل ركعة الحمد، وعندما تصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين تكررهما 100 مرة، ثم تكمل السورة، ثم تقرأ التوحيد 200 مرة، وبعد السلام تقول 70 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم تسجد وتقول في سجودك يا رب 200 مرة، ثم تطلب حاجتك فإنها تقضى البتة، البتة بمعنى قطعا بإذن الله عز وجل. كذلك هناك صلاة كن فيكون لقضاء الحاجات، تذهب بعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة إلى مكان خال وتصلي فيه ركعتين صلاة قضاء الحاجة، تقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد من أول سورة الأنعام إلى قوله تعالى وكنتم عن آياته تستكبرون. طبعا أنت ممسك بالقرآن إذا لم تكن حافظا للسورة، وفي الركوع والسجود تفعل ذلك. في الركعة الثانية بعد الحمد تقرأ قوله تعالى من سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة إلى آخر السورة، ثم تقنت وتسلم، وبعد ذلك تصلي على النبي وآله 1000 مرة، وادعو الله عز وجل واطلب حاجتك فإنها تقضى البتة بإذن الله عز وجل، أي حتما وقطعا إن شاء الله تعالى. هذه 3 صلوات معروفة جدا جدا بمثابة الاسم الأعظم، مفعول لها سحري في قضاء الحوائج، تريك العجب العجاب في قضاء ما تحب من الأمنيات وتحقيق ما تريد من المراد والوصول إلى الغايات، فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.